بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة القسم التاسع على ما قسمنا، وهو المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على كفر النعمة. لماذا؟ وكرر أبواب ولا يكرر إلا لفاحشة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. إذا كان هذا كثير في الكتاب والسنة، لابد أن يكون هذا كثير في كتاب التوحيد، لأنه سار على طريقة السلف. نعم، نحسب كذلك والله حسيب. فكرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر، كفر النعمة: وقليل من عبادي الشكور، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافر. تسأل بعض الناس: من أين لك هذا؟ قال: هذا بجدي واجتهادي، وأنا محقوق به، وعلى علم من الله أني له أهل، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. يعني يقول: نحن عائلة معروفة بالغنى ونرث الأموال وكذا، إنما أتيت على شرف. يقول: نحن أشراف، والأشراف لا يصلح لهم إلا الغنى، أو غير هذا من كفر النعمة. فماذا تصنع؟ ذل لسانك بشكر المنعم المتفضل دائما. كيف الحال؟ تقول: الحمد لله. من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. كل ما بك من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وتتهم نفسك دائما. سوف يأتي معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من الظن، أنه لابد أن يحسن الظن في الله، ويعلم أن كل ما به من خير فهو من الله. وكل ويتهم دائما من النفس. قال ابن القيم رحمه الله: وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل، وقل: يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا. وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. مفهوم؟ قال: وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وقل: يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا. تتهم نفسك، تقول: أنا مجرم، أي نعم، لص، سالف، كذا، مقصر. نعم، كل ما بك من تقوى وصلاح واستقامة وهداية محافظة على الصلوات، هذا والله ليس منك، هذا من مواهب رب سبحانه وتعالى. كل ما تسأل عن نعمة بالقلب وباللسان وبالجوارح تشكره، لأنك تتذكر أحيانا بعض الأشياء فعلتها وكذا، وتقول: والله هذا بجدي واجتهادي وكذا. قلب، لسان، تذلل لسانك. وأما بنعمة ربك فحدث، ليبلوني أشكر أم أكفر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. بالجوارح أخذنا فيما تقدم، تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى في كفر المنعم. هذا ما يتعلق بكفر النعمة، وسيأتي معنا إضافة النعمة إلى السبب. خذنا فيما تقدم أنه لابد أن نضيف النعمة إلى سبب. ثبت كون هذا السبب أنه سبب بالشرع أو بالحس، مع اعتقاد أن هذا سبب. فلو اعتقد أن هذا مؤثر بذاته حتى ولو كان سبب، فهذا الشرك أكبر. إذن يصح إضافة النعمة إلى السبب بشرطين: أن يعتقد أنه سبب، وألا يتناسى شكر المنعم المتفضل. نعم. طيب، من يذكر لي الأبواب؟ أبواب القسم. نعم، الباب الأول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معرفة النعمة
واجتماع الضدين في القلب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرها اما بالقلب او باللسان او بالجوارح. والاقسام الأمثلة كثيرة ذكرنا لهم. هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به على علم من الله أني له أهل. لولا كليبة هذا لأتى اللصوص. تسأل بعض الناس، جاء اللص البارحة بالليل ودخل على بيت الجيران ولم يدخل عليكم، لماذا؟ يقول لولا كليبة، صقر تحقيرا له، لولا كليبة يعني لولا الكلب لأتى اللصوص. أعوذ بالله. الأصل يقول هذا من فضل ربي ولله الحمد. لولا البط في الدار أتى اللصوص. البط يعتاد على أهل المنزل، إذا رأى رجل غريب يخرج أصوات ينبه بها أهل المنزل. لماذا لم يتكم اللص البارحة؟ قال لولا البط أتى اللصوص، لولا كذا أتى اللصوص، لولا فلان لم يحدث كذا، لولا كذا لم يحدث كذا. تقول لولا الله، وهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. الثاني ممتاز، قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الآية مرت معنا أن هذه الآية فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي. فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء مثلا تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر واستعانة واستعاذة واستغاثة شفاعة وغيرها. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر على ما تقدم معنا. نعم. ولهذا نهي عن الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. نعم. باب من حلف له بالله عدم رضا ما جاء في عدم رضا جاء في عدم رضا بالحلف غير الله في من لم يرضى في من لم يرضى يقبل يقنع بالحلف بالله. الآن أقسام الاقتناع بالحلف بالله أذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تنقسم إلى قسمين، ناحية شرعية والناحية حسية. الناحية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا أخذ من الإمام 10,000، فالإمام قال له يا أخي أعطني 10,000. قال والله ما لك عندي شيء. ذهب إلى القاضي إلى المحكمة طلب منه بينا، قال ليس عندي بينا. قال لي هذا تحلف؟ قال أحلف. وما الإشكال؟ حلف. ماذا يصنع هذا؟ هذا يعرف أنه هذا كاذب، لكن من حيث الحكم الشرعي البين على المدعي واليمين على المنكر وحلف، إذن لابد من الرضا بالحكم الشرعي، صحيح؟ فإذا هذا يقتنع. هذا من الناحية الشرعية. يبقى معنا من الناحية الحسية، من الناحية الحسية، من الناحية الحسية أقسام 5. الأول أن يعلم صدق هذا الحال، يعني 100%. قال والله غربت الشمس، هذا نعلم أنه صادق 100%، صح؟ هذا نصدقه. الثاني يغلب على الظن أنه صادق. سؤال مثلا عن سائق المركز، قال والله إن سائق المركز مشى، هذا غلبت الظن أنه صادق. إذا تساوى الأمران ممكن صادق وممكن كاذب، فهذا أيضا يصدق. غلب عن الظن أنه كاذب فهذا لا يصدق، يقينا أنه كاذب فهذا لا يصدق. إذن الناحية الحسية تنقسم إلى 5 أقسام. نعلم صدقه، صدقه يصدق، يترجح صدقه يصدق، يتساوى الأمران يصدق، يترجح كذبه يكذب، نعلم كذبه يكذب. أحوال 5. طيب هذا الباب ما الذي جاء به في كتاب التوحيد؟ قسام الاقتناع بالحلف بالله. لأن الآن الحالف أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك،
وإذا كنت تعظم الله الأصل أن تصدق هذا الحال، وتعظيم الله هو التوحيد. من لم يقنع بالحلف بالله، إذا عندنا أمر للحالف إذا حلف بالله أن يصدق، وأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذا هناك أمر للحالف أنه إذا حلف بالله يصدق، وللمحلوف به أن يصدق هذا الحالف. حلف بمن؟ بمعظم لديك. ولهذا اليوم، وهذا كثير إلا ما رحمه الله، تحلف له بالله يقول لا أمانة، صح؟ موجود كثير، غير أن البعض وشابة جدي وشابة أبي وتربة أمي وكذا، صح؟ نعم، كله حلف بغير الله، بل أشد، هذا قد يكون نوع من أنواع الشرك الأكبر. أعطيكم مثال: سرق السمكة وأكلها، وجاءوا إليه وجدوا أثر أكل السمك، الشوك والرأس والذيل، فقال له: كيف تسرق السمك؟ قال: والله ما سرقت. كيف تأكل؟ قال: والله ما أكلت. يا رجل، قال: والله ما سرقت. قالوا: لا، احلف بالتيجان. قال: لا، ما احلف بالتيجان. هذا فيه انه يعظم الحلف بالتيجان اكثر، يعني يحلف بالله كاذبا لا اشكال، لكن يحلف بغيره لا يمكن. اصروا عليه، قالوا: تحلف او نصنع بك ونصنع بك، تحلف لابد بالتيجان. فحلف بالتيجان فخرجت السمكة من فيه. يا أخي كذب القصة، صحيح؟ اعتبر أن الشيطان لبس عليه ورأى السمكة تخرج من فيه، هذا معنى أن الاتجان ما ليس، هذا هو الكفر الأكبر، لأنه قد يلبس عليهم الشيطان ويرى السمكة تخرج من فيه، صحيح؟ هذا هو الواقع اليوم. يعني تقول له كذا، قال: لا أمانة، أمانة، هذا الحلف بالأمان، ذمة، صحيح؟ إيه نعم، شوك، شيبة وتربة وكذا، حدث ولا حرج. إذن إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا بالله، نعم، وإذا حلف بالله يصدق، وأمر المحلوف له بالله أن يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذه من حديث الوعيد تمر كما جاءت. نعم، بقول ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت. الواو تقتضي المساواة، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم، ما ينبغي أن يقول من قيل له ما شاء الله وشئت؟ هذا ماذا يقول لو قال لك إنسان ما شاء الله وشئت؟ كيف تجيب هذا؟ ما شاء الله وشئت؟ نعم، أجعلتني لله ندا، الله يفتح عليك، تقول أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أجعلت لله ندا؟ أجعلت لله ندا شرك أكبر، وقول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. لماذا يقول له أجعلت لله ندا؟ إذن يستدل الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لماذا لم يقل له قل ما شاء الله ثم شئت؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي حمى التوحيد. إذن أعلى مرتبة أن تقول ما شاء الله وحده، مرتبة ثانية ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت شرك أصغر. نعم، شرك أصغر. واحدة واحدة امشي معي، واحدة واحدة. ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت يجوز جائز، ما شاء الله وحده هذه أفضل شيء أكمل. نعم. سؤال ثاني: الحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذب؟ نعم، كفر، كفر
يعني شد حلف بال حلف بالله كاذب كبيرة. حلف بالله صادقا يجوز. الحلف بغير الله صادقا هذا شرك أصغر أو أكبر؟ أصغر. يا أخي حلف بغير الله صادقا صادق ما هو كاذب. لا يجوز حلف إلا بالله. لا تقول لا يجوز. شرك أكبر شرك أصغر؟ شرك أكبر. تركوا يا أخوان. نعم شرك أصغر. أصغر. نعم. حلف بغير الله كاذب. بغير الله كاذب. نعم كمان شرك أصغر. أصغر. نعم. فتح الله عليك. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مسبة الدهر. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الكلام على الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتقاد الجاهلية أن يسب الدهر على اعتقاد أنه هو المؤثر بذاته، فهذا شرك أكبر. الثاني أن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، يقول لزوجتي أسود يوم في حياتي يوم التقينا، والله لن أنسى هذا اليوم يوم التقينا أسود يوم في حياتي. ما علاقة اليوم بلقائك؟ صحيح هذا محرم محرم وسفه ونقص في العقل، محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محرم، يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، هذا يوم عصيب. يصح يصح. من يعيد لي أقسام الثلاثة؟ أقسام ثلاثة في الكلام على الدهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. خبائث الزوايا. لا أحد. نعم الشيخ. أي نعم. نعم. أوقف. أولا شرك أن يسب الدهر على اعتقاد أنه هو المؤثر بذاته. شرك أكبر. هذا هو اعتقاد الجاهلية. ما هي الأرحام تدفع أرض تبلع. والهلاك بسبب الدهر. ومسبة الدهر كثيرة جدا عند الجاهلية. الثاني سب الدهر. يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل، أسود يوم في حياتي أقول لها. نعم. الثالث خبر. خبر محرم، هذا يوم عصيب تعبنا من برد أو حر. طيب عندي سؤال اصبر. الزمن غدار ما حكمه؟ زمن غدار خبر. خبر خليك واضح. زمن غدار ما علاقة القدر بالزمن؟ مسبة للدهر هذا أم لا؟ كثير موجود يصح؟ لا 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 يصح. إذا اعتقد أن الدهر المتصرف على الكفر أكبر الشركة. أقل ما يكون في هذا الزمن غدار أقل ما محرم. حواهدي لك واضح. البحر غدار موجود. نعم. سبب. سبب في الموت. بحر غدار مؤثر بذاتي؟ لا. إذا ما يقول البحر غدار ولا الزمن غدار. يصح. في تصوري يصح. يلعن موجود هذا. يلعن اليوم. يلعن النهار. يلعن الليل. موجود. حكم. هذا محرم. أما إذا اعتقد هو المتصرف هذا شركة موجود هذا. نعم. إذا مسبة الدهر في الجاهلية كثيرة. والآن عندنا بعض الناس هذان الله إياهم يسب الدهر، يسب اليوم، يسب الزمن، يسب الأسبوع، يسب العام. طيب عام المجاعة يصح ولا يصح؟ خبر هذا يصح. فهمت الآن الخبر؟
عام الفيل، عام الحزن، إذن لا بد أن تفرق بين المسبة زمن غدار، ما علاقة القدر بالزمن؟ يلعن اليوم والزمن وكذا، وأسود يوم في حياتي، ها؟ هذا إما محرم وقد يصل إلى الشرك، مفهوم؟ طيب، باب من سب الدهر فقد آذى الله. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، ولا يمكن يكون من أسماء الله. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل الآية، لأنه لو كان الدهر هو الله لكان اعتقاد الجاهلية حق، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر. احذف الدهر وضع اسم من أسماء الله الحسنى، يكون معنى اعتقاد الجاهلية حق. هذا أقوى دليل. الدليل الثاني في الحديث قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ومن جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالق. وهذا غفل عن مدلول الأسماء والصفات. أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله كلها مشتق، وهذا لا فيه لا حسن ولا اشتقاء، مفهوم؟ أجلس. إذن ما معنى أن الدهر أي مقلب ومصرفه والآمر له؟ التسمي بقاضي القضاء ونحن، وهذا الإشكال في تركيا وفي بعض الدول. قاضي القضاء حاكم الحكام، ملك الملوك، إمام الأئمة، شاهان شاه باللغة الفارسية. إن قصد أن هذا قاضي على كل قاضي حتى قاضي على الله هذا كفر أكبر، لكن في الغالب أنه لقب. فمحمد تعدي على جانب ربوبية إلا إذا قيد بزمان أو مكان، والأولى تركه. تقول قاضي القضاء في القرن السابع بن حجر عسقلاني رحمه الله، يصح، لكن الأولى تركه، لأنه لعله مع كثرة الاستعمال يترك القيد هذا ويقول قاضي القضاء بن حجر. ملك الملوك، حاكم الحكام، قضاء الله لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان. كذلك شيخ الإسلام، أحق من يوصف بهذا اللقب من؟ الصديق رضي الله عنه، يعني شاب في الإسلام، شاخ في الإسلام، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة، السلام الفضل. الصحابة أخواننا رضوان الله عليهم ما احتاجوا لهذه الألقاب، احتاجوا يكفيهم شرف الصحبة رضوان الله عليهم. عندما جاء النقص عند بعض المتأخرين أرادوا أن يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب. وبعضهم يكنى بمحيي الدين وهو مميته، والآخر بنور الدين وهو ظلامه. محيي الدين ابن عربي النكرة، نعم كافر، نعم ألف البقاعي رحمه الله تعالى كتابا سماه تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي النكرة، نعم تنبيه الغبي تكفير ابن عربي. إذن يسمى بمحيي الدين وهو مميت الدين، ونور الدين وهو ظلام الدين. ما احتاج الصحابة للألقاب، لكن هذا اللقب أي شيخ الإسلام ألصق بشيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ نعم ما احتاج للألقاب، يكفيهم شرف. وأنت تعرف بعض الناس مثل ما قلنا لهم الحاج وكذا يريد هذا اللقب حتى يرتفع، مفهوم؟ طيب، إذن هذا في تعدي على جانب الربوبية، فإن قصد وقع في الكفر الأكبر، وإن لم يقصد اللقب هذا محرم، وإن قيد بزمان أو مكان يصح، لكن الأولى تركه. نعم. اسماء الله عز وجل. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله تنقسم إلى قسمين: مختصة وغير مختصة. مختصة لا يصح التسمي بها إطلاقا، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير. الله ورب العالمين والرحمن،
ما يمكن يسمى بها أحد. وأسماء غير مختصة يصح تسمي بها على أن أعلام محضة، يعني اسم تسمي إنسان صالح وقد يكون طالح، تغير له هذا الاسم؟ لا، سمي عبد الله وقد يكون نسأل الله السلام العافية من أفجر خلق الله، أعلام محضة. لكن إن قصد به الوصف الذي لا يكون إلا لله يمنع من التسمي. قالت امرأة العزيز يصح؟ نعم يصح، إن عز ناقص، عزيز مصر وهو ليس بعزيز. ذق إنك أنت العزيز الكريم، لم يقصد به الوصف، علم محض. لكن عندما في أبي الحكم قصد الوصف منع النبي صلى الله عليه وسلم من التكني بأبي الحكم، قال فما لك من الولد؟ ما حكم التكني؟ من يعرف؟ يرفع أصبع تكني. نعم مستحب، سنة مستحب شيء واحد إلا عند بعض الفقهاء. نعم سنة مستحب. ما حكم التكني يا أخوان؟ نعم عادة عربية قديمة جائز، التكني جائز، هذا قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ومن يقول أن التكني مستحب، مسنون، سنة، لا بد أن يكتب الدليل، صح؟ وأنا معكم إلى أن تأتوا بالدليل، مفهوم؟ إذن التكني جائز. هل يصح أن نكني إنسان ليس له ولد؟ نعم، وكن النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، قال يا أبا عمير ما فعل النغل. وأحب كنية لعلي رضي الله عنه ما هي؟ أبو تراب، كناه النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من بيته وهو غاضب من فاطمة رضي الله عنها، واتك على جدار المسجد وأثر التراب في ظهره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنه التراب يقول يا أبا تراب. فأحب كنية لعلي رضي الله عنه أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنى بما؟ أم عبد الله. نعم طيب، تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فجلس فتح الله عليه. إذا التكني جائز مباح. نعم طيب. نعم هذا نزل شيء به ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. سخر واستهزأ وأخذ يلعب ويمزح في هذه الأشياء. الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر إعراض وكفر معارض. كفر إعراض لا يدخل في الدين، لكن ما يحارب الدين، مثل ما حدث من أبي طالب، حارب الدين؟ لا. كفر معارضة مثل ما حدث من أبي جهل، حارب ودفع الأموال وأخذ يسب ويشتم. المستهزئ وساب الرب وساب النبي صلى الله عليه وسلم وساب الرسول وساب الدين، كفره كفر معارضة مثل ما حدث من أبي جهل. المستهزئ يكفر، كائن من كان كائن من كان، هذه المسألة. بعض الناس يعني يدافع عن هؤلاء ويقول إن هذا يا أخي غضبان. طيب نسأل، لماذا عندما يغضب هذا ما يسب الرئيس في القديم يستطيع؟ والله ما يستطيع، قال لي رجل، ما يستطيع يسب، أكرمك الله، جزمة الرئيس، جندي ما يستطيع أن يسب، صح؟ لكن يستطيع أن يسب الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك في سب الرئيس
وسب الشرطي أو كذا، حتى يقول ما أتجرأ أن أتكلم مع نفسي والله على الرئيس. لكن سب الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم يسب ليل نهار. لماذا عندما يغضب ما يقطع النقود؟ يغضب على النقود إنه ما وذاك سجن. أما سب الرب لا إشكال. لماذا لا تسمع أحد من اليهود والنصارى يسب الدين أو يسب الرب أو يسب موسى أو يسب عيسى عليه السلام؟ لماذا ما تسمع هذا وتسمع من يدعي الإسلام؟ يعني اليهود والنصارى يعظم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يعظم الرب ويعظم الدين، وهذا لا يعظم. وبعد هذا نحكم يقول مسلم. قال جاهل. البعض يقول هذا جاهل. طيب سبحان الله، إذا كان يجهل هذا إذا ما يعلم من الدين إيش يعلم؟ ولا شيء. قل أبالله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ إلا بأحق الحق هؤلاء الثلاثة. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كائنا من كان كافر. خرج الناس أي بعض الناس في مظاهرات عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنمارك. المظاهرات نعم، قال شيخ الإسلام لا تمت إلى الإسلام بصلة وانتهى. المهم خرج الناس في المظاهرات دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حق للأمة أن تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بالمظاهرات. نعم. المهم خرج الناس في المظاهرات دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سب من الدنمارك. كان فيهم من هو في المسيرة يسب الرب والله وهو يدعي الإسلام. إذا من أحق الإنكار؟ هذا لم يدعي الإسلام. الثاني الدفاع أيضا يقول لي هذا، قال تسب الرب؟ قال نعم. قال كيف قلبك؟ واحد قال سب. تقصد؟ قال لا والله ما أقصد، أنا ما أقصد سب الرب سبحان الله. طيب تعال لو جئنا لهذا وتسب وتسب والديه، يقول لك إيش تقصد؟ تقصدني؟ كيف قلبك؟ أظن يقتل، صحيح أم لا؟ كيف سب الرب؟ إخواني مسألة عظيمة جدا، خطيرة جدا سب الرب. وأسمع يعني بعض، الله أنا ما أريد أقول لكم أماكن، يعني الأصل فيها أنهم يعني يكونوا يرجع لله، يسب الصغير قبل الكبير والأنثى قبل الذكر. ليل نهار يسب ولديهم كلمة كذا في الكفر وكذا. حتى واحد قال لي قال لا تجعلنا أكفر سبحان الله. سؤال أنا أسأل، يوم من الأيام كنت في هذه المخيمات في جيران بنار رأس العين، فسألت يعني بعض الناس، قلت يا أخوان أنا أريد أن أعرف ما الفرق بين الشبيح هذا وبين من هذا يسب الرب وهذا يسب الرب، هذا يسب الدين وهذا يسب الدين، هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يترك الصلاة هذا يترك، إذن ما الفرق؟ لا فرق. هناك أناس يعني معهم شبيحة في الحقيقة والله، كيف يسب الرب وانت تعرف من يعني ردموا عليه التراب يقول له قل كذا قل لا إله إلا الله؟ ما بقي أن تسخر وتستهزئ إلا بهؤلاء الثلاثة حق الحق. فما يمكن أخوانا أننا تنتبه حتى تسمع السب. قبل أن تسمع السب لابد أن تعلم الناس ولا تجلس في هذه المجالس. الذي يسمع السب والاستهزاء إما أن ينكر أو ينصرف. إذا بقي في المجلس ولم ينكر حكم السب المستهزئ. الذي يسمع السب والاستهزاء
إما أن ينكر أو ينصرف. إذا لم ينكر أو ينصرف هو مثل السام. ما الدليل؟ وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كيف اليوم مسلسلات رجل يمثل دور أبو جهل والثاني أبو لهب والثالث يمثل دور إبليس، يسب الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف باللات والعزى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما يمكن يلعب في هذه الأمور حتى يمثل ويجعلك تتفرج في نهار رمضان حتى ترتد في نهار رمضان ويكون صيامك باطل، ويسميها هؤلاء تمثيليات أي إسلامي. هذه أشد من تمثيليات المجون والرقص، تمثيليات كفرية، وأرادوا أن يوقع الناس في كفر أكبر. ثم هذا الولد يعتاد وأنظر ويسب، يسب بعدها ويحلف باللات والعزى. أخواني والله مسألة خطيرة جدا، مسألة السب والاستهزاء. بفضل الله أنه ما تسمع عندنا، هذا بفضل الله ثم بجهود هؤلاء العلماء شددوا في هذه المسألة استعمال الغلظة في موضعها. وأنت تسمع هناك بعض الناس يا ماكي قال تسب؟ قال نعم. قال كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال سب. قال تصلي؟ قال لا ما أصلي. تشهد الله؟ قال نعم. قال نترك الصلاة. تصنع كذا؟ قال أصنع أكل الربا. كيف كذا؟ قال أنا قلبي مطمئن. قال كل. إيش بقي في الدين؟ يسب الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام. هذا عندنا فتوى اللجنة الدائمة، إذا كانت المسألة واضحة بينا سب للرب وللدين وللنبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفر وتكفر، لأن العلماء قال هذا يكفر ولا يحتاج إلى الرجوع للعلماء، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. إيش بقي بعدها من الدين؟ أما إن كانت المسألة محتملة، وهذا يقع فيه بعض الطلاب هدانا الله إياه، يقول حديث وأضحك الطلاب، أو يقول آية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا كان القرآن يتلى عليك ولا يغير فيك فاعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا جاوز تراقيهم. فهذا هذه المسألة إذا كانت محتملة، يعني ذكر بعض الشباب حديث وكذا وضحك البعض، تنبه تقول اسمع هذا استهزاء، إما أن ترجع هذا أو حكمنا عليك بالكفر، رجع تتركه، أصر تكفره. إخواننا مسألة خطيرة جدا والله، والله لو سب والدك أو كذا ما تصبر. كيف بسب؟ سب الرب سبحانه وتعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يعني منذ الصباح الباكر بدل أن يسلم عليك يسب، كان شيء ما يقع فيه يهود ونصارى والله. هل سمعتم يوم من الأيام أحد من اليهود يسب موسى عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يرضى. أو يسب عيسى عليه الصلاة؟ والله ما يرضى. يسب مريم؟ والله ما يرضى. كيف من هذا الذي يدعي الإسلام؟ هذا الباب باب خطير جدا. قل أبي الله، استعمال الغلظة هنا في موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الرجل وقال يا رسول الله إنا كنا نتحدث حديث الركب، لأن بعض الناس يقول يا أخي خلنا نتسلى، سلى بالكتاب والسنة، وبعض يقول الكلام ليس على جمال. سبحان الله، محاسب أنت على كل كلمة تقولها. نقطع به عن الطريق، في رواية عناء الطريق يعني تعب الطريق، وهذا يقوله بعض الناس، قال يا أخي نتسلى.
إذا كان مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أن الساب لا تقبل توبته ويقتل السلطان وتوبته علمه عند الله. قول الثاني يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تقبل توبته بشروط ثلاثة: أن يكون صادق في توبته يعني يندم وكذا يظهر عليه، وأن يتبرأ مما قال يأتي على المعنى ويقول أنا أبرأ من هذا الكلام هذا الكلام كفر، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ساب للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته بالشروط ويقتل على أنه مسلم. هذا الذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. لكن يا أخواننا الأحكام الشرعية ما يتولاها إلا السلطان، وأنت تعرف أن اليوم بعض الناس هدانا الله إياه أرادوا أن يطبقوا الشريعة، أمر مطلوب وزيادة، لكن كيف تطبيق الشريعة؟ أخواننا الأمور هذه لابد تنضبط. يأتي هذا وهذا يجتمع وقال نطبق الشريعة العوام، ما يمكن يكون هذا، لابد من سلطان، السلطان يعين قضاء. نحن عندنا الآن مثلا القاضي يصدر الحكم، لابد أن يصدق على هذا الحكم من رئيس المحكمة. ثم إذا كانت المسألة في حد يعني قصاص مثلا ترتفع من القاضي إلى رئيس المحكمة، ثم ترتفع إلى التمييز ينظر في حكم القاضي، ثم بعد التمييز ترفع إلى مجلس القضاء، ثم بعد مجلس القضاء ترفع إلى الملك لأنه هو السلطان يوقع عليها، بعد هذا ينفذ الحكم. يعني تمر أقل شيء القضية على 10 قضاة أقل ما يكون، لأنه في هذا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كيف اليوم في ثواني ما حدث كذا، وأنت تعرف أن بعضهم يعني ما حدث منه شيء وطبق عليه الحكم، والمفروض يطبق على هذا الذي نفذ الحكم عليه. فهذا تلاعب الله أخوانا. الجهاد الأحكام الشرعية تحتاج إلى علماء. نعم عالم يعرف الحكم وكيفية الحكم. يا أخوانا لو تسأل هذا الذي يريد يطبق الشريعة اليوم ما هي شروط استيفاء القصاص، والله ما يعرف، والله صدق. وكيف درء الشبهات وكذا وهذه المسألة ما يدري عنها شيء. لو تسأل ما هو القضاء ما يدري عن القضاء، وهو ينكر على من لا يطبق الشريعة وهو في الحقيقة لا يطبق الشريعة. نعم كم بقي؟ ما بقي شيء، بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكمل. يا أخوان ماذا تصنع؟ يعني أعرف في بعض المناطق كثيرة لا تنتظر حتى تسمع السب، وزع الفتوى، شرها بين الناس، صور، تكلم، رسائل عبر الجوال، حذر كذا كذا، تنتشر هذا العلم والحمد لله. أما أنك تسكت وتنتظر حتى تسمع السب وتجلس ولا تتكلم، حكمك حكم الساب المستهزئ وما يصلح حال. أنا قلت لهم يوم في المخيمات، والله قلت إخواننا أنا وجدت في المخيم شبيح، ماذا تصنع؟ قال والله نصنع فيه كذا وكذا. قلت الحمد لله. سمعتم أحد يسب الرب؟ قال نعم. قلت ها شبيح صح أم لا؟ والله صدق، هذا يسب الرب وهذا يسب الرب، هذا لا يصلي وهذا لا يصلي. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يوفقنا محب الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.